ضيوضة. عامل ضيوضة. عندك مواليد كام يا عم احمد؟ ما اعرفش بس اجيب لك الارقام. اه يعني كبير يعني. عندك يعني معدي ال70 مثلا؟ معدي ال70 72 او لا ده ممكن يبقى حاجه و80 يعني. ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصح. اشتغلت في الميكانيكا دي من امتى؟ من سنه كام؟ من سنه 6. اه طلعت من المدرسه. اول اجر خدته كان كام تفتكر؟ يعني اه تعريف 5 مليم يعني. 5 مليم تعريف. تعريف اه تعريف اه. وقعدت وبعد كده خدت كام؟ وبعد كده بقى الفيلم. اه بعد كام سنه؟ اه الفيلم في الاسبوع. في الاسبوع؟ في الاسبوع. اه طب انت عاصرت مين في الـ في الـ في ابراهيم وهبه اللي هو معلمني؟ واحد اسمه ابراهيم وهبه. اه طب معلمني. كنت على ايام جمال عبد الناصر ولا ايام؟ ايوه ايام جمال عبد الناصر. أيوة. ومحافظين. طب عملت عربيه لحد مشهور كده؟ اول عربيه عملتها؟ لا اللي صوره كتيره بس ما حطهمش في دماغي يعني. اه له كل انيابه والغبره وال. شغال في عربية ايه؟ اشتغل في جميع العربيات. جميع العربيات. مكانيك في جميع العربيات. اه. من ايامها من 1100. ايوه. 1100 اللي هي كانت لغاية الموديلات الجديدة. تمام. معاك اولاد اتعلموا المهنة؟ معايا واحد. التكنولوجيا والتوكيلات أثرت عليك؟ طبعا. اه. طبعا. اه. دي حاجة لابد ما تبنيش على غفلة. اه مفيش شغل ومفيش حاجة. مفيش أي حاجة. اه. يعني التكنولوجيا برضو التوكيلات والبتاع طبعا. طبعا. والعربيات الحديثه طبعا. اه لكن ده بقى حد بيغير فيه الحاجات دي كلام يعني كلام. ربنا يديك الصحه. لكن هي العمليه العربيات الجديده دي والتوكيلات خدت. تمام. انا شغلت في الوزاره اللي كان في عربيه قديمه شاهين بتاع 28 شاهين 28 حاجه كده. اه 500 جنيه عشان صاحب عمل هيقضوني ايه؟ طبعا ما تكفيش يومين. اه ربنا يديك الصحة. هيقضوني ايه؟ 500 جنيه هيقضي ايه؟ طبعا شقة ما عنديش ولا حاجة ملك الحمد لله ولا حاجة. اه يعني باخدهم من هنا ارميهم في شقة. طبعا ايوه والشغل نفسه قليل. مفيش شغل ما انت جيت على ايوه مفيش شغل.